جينا هسه على موضوع الكيميكال دليفري سيستم اخر موضوع الكيميكال دليفري سيستم هو انه حتى ال انه الدراج ما تيوز تو حتى يوصل للسايت اوف اكشن لازم يكون عندي علم بالدراج ميتابوليزم والبرودكت ستاديز تمام وهنا تعريف الكيميكال دليفري سيستم هو هو سايت سبيسيفيك كيميكال دليفري ريكوايرز ذات هو شنو تعرف نعمل من النايب اللي تعرفه انه برودراك ريتش ذا تارجت سايت ان ويتش ان enzymatic or chemical process exists at the target site مسؤول عن conversion of prodrug into active drug هذا نوع تعريف الكيميكال دليفري هنا ساعدنا شنو الفاكتورز اللي تاكد لي نجاح الدراج مالتي في, في, انه يشتغل لي بشغل كيميكال دليفري سيستم هنا قال الدكتور بالحرف واحد انه اللي يكتب لي نصا هاي النقاط هاي يحصل 6 من 10 يعني الدكتور هنا يريد شخص من يكتب الجواب شخص واعي شخص فاهم دي يفهم ايش دي يصير هنا بين النقاط الثلاثه فصيت السؤال تجي كالتالي هاي اللي حكاها بالمحاضره بوقتها قال مره مرات جبت للطلاب هذا السؤال انه اه مثلا عندي drug X was successful as a site specific drug what are the factors that lead to this success فالشخص ان انا نحن شوف وات ذا فاكتورز راح راح يسطرها كلها بس هو ما يريدها يعني مثلا ايش كاتب لنا كشخص درخ ايش كاتب لنا يعني؟ قال ان اكستنت اوف تارجت اورجانز بيرفيوجن سينس هاي ميتابوليك اكتيفيتي اوكرز ان هايلي بيرفيوجن تيشيو ساتش از ليفر اند كدني ديليفري تو ذوس اورجانز هاز ناتشرال ادفانتج هو هاي يعني اللي يكتبها يعني شويه حيكون جواب ناقص ليش؟ لانه هو

ليش؟ لأنه هاي ميتابوليك اكتيفيتي، لأنه يعني ليش؟ يعني هو دراج ماتي من حيكون سبيسيفيك يشتغل أكثر شيء على هاي بيرفيوجن أورجانز اللي هي الليفر والكدني اللي تحتوي اللي هو كل ما يزيد البيرفيوجن ماتي بالأورجان راح تكون ميتابوليك اكتيفيتي مالته عالية. تمام؟ فهي قاعدة عامة، فأنت تقول بس مجرد تقول لنا أنه The drug ماتي أول شيء was designed ااا دي the آه was designed for highly perfusion اورجانز بس هاي يعني هاي بتلخص هاي النقطه هاي كلها هو هاي الشغله اللي اريدها من هاي النقطه هاي تمام زين الشغله الثانيه انه الدراج ماتي ايش بي اللي صممته اني يكون الريت اوف كونفرجن اوف ذا برو دراج تو ذا اكتيف دراج ات ذا تارجت از هاير ذان ذا نون تارجت هاي ملخص النقطه الثانيه النقطه الثانيه شو قلنا rate of conversion of product to the active drug in both target and non-target sites on arrival at the target site the product should be selectively converted to drug relative to its rate of conversion at the non-target sites the successful chemical delivery system allows rate of conversion of the product to the active drug يكون عادي بالتارجت سايت اكثر من النون تارجت سايت هاي مفهوم هاي النقطه هاي تمام زين مفهوم النقطه الثالثه شنو يقول النقطه الثالثه الداخليه شنو تقول input and output rate of prodrug and the drug from the target site it is highly desirable to have the drug أو sorry the, the active drug once formed migrate from the target site at a slow rate شنو قصده بهالتر يقول لكم انه هنا إنه يكون الـ Input مال الـ Drug مالتي أعلى من الـ Output مالتها، Input أو Output Ratio is Higher، شنو قصد الـ Input أو Output Ratio is Higher؟ يعني إنه إنه يكون الـ Input مالته يكون أعلى والـ Output يكون Slower أو Lower بين قوسين، تمام؟ إذا إذا جابنا السؤال قلنا drug S like, sorry, was successful as a site-specific drug. وات ار ذا فاكتورز ذات ليد تو ذا سكسس نقول له اول شي الدراج ها طبعا شنو؟ طبعا هو هو مو شرط مو شرط يمتلك اذا ثلاث فاكتورات يمتلك ثلاث عوامل واحده فقط كافيه واحده او اكثر من هاي الثلاث نقاط يعني نقطتين هذا drug mati استوفاهم فيكون خوش drug mati خوش يعني يعني for chemical delivery system تمام؟ يعني successful دراج فور كيميكال ديفري سيستم إذا بس نقطة واحدة أيضا كذلك تمام؟ فهي مش شرط كل النقاط، فأنت إحنا شو نقول له؟ نقول له أول شيء الدراج ماتي was designed in highly perfusion organs for for highly perfusion organs مثل الليفر والكدني، the rate of of rate of conversion of the drug of sorry of the product to the active drug uh, at the uh, at the target site is higher than the the non-target site. النقطة الثالثة انه input أند output ratio of the product ما يسوون تاني يكون higher يعني شنو يعني هاي هاي بال input و slower او lower بال output هذني مفهوم او الاشارات اللي يريدها اذا تذكروها فقط بال بالجواب عن تحصلون درجة كاملة فيعني مو شرط تحفظوها نصا هاي ثلاث نقاط وهاي هذا هذا سلايد مهم جدا 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 جدا, جداً مطلخ جدا بعد, شيء بعد زي الوحده جدا بعد اكثر تمام يعني هذا جاي هذا راح يجي تمام aims of site specific drug delivery increase therapeutic effectiveness limit side effects other than chemical delivery, uh, drug delivery many carrier systems have been evaluated for drug delivery مو واجد يشتغل ك carrier تحمل الماده الى ال active side

عندنا protect a drug from a non-specific biological environment زين واخر شيء especially evaluate for a drug with a neurotherapeutic window especially as anti-cancer agent انه اني يعني ما احتاج ما احتاج انه الانتيبايتك ما تكون سايد specific يعني ما اريد فقط اشتغل لي على مثلا اذا عشان عندي التهاب بالكليه والتهاب بالانتستاين ما 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 اريد انا ما اريد الانتباتك ما تكون سلكتيف فقط على الاستستان او سلكتيف فقط فما ما كنت داعي اسوي له موديفيكيشن بحيث يكون سلكتف لا انا اريد الانتباتك اذا اخذه يعني يزيل لي اي انفكشن عندي لازم يكون نون سلكتف فهنا هنا البيسك جول انه يعني اخلي الدراج جات مالتي اللي هي منيه اللي هي عندها نوروثربيتك ويندو واللي انا يحتاج إنه تكون سبيسيفيك مثلا على سبيل المثال الانتي كانسر دراج هاي تكون سبيسيفيك على كانسر سيل فقط ما تأذي لي النورمال سيلز تمام هي هنا السالفة فهي فرقنا هاي النقطة السالفة تمام وهاي الباقي يعني ان شاء الله على دكتور